لبينا دعوة اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وطبعا كان لقاء مثمر، وطبعا ننوه طبعا بالتشكيلة ديال كذلك ديال اللجنة، لأنها أخذت بعين الاعتبار كل الوزارات وكل السلطات العمومية المهتمة بقضايا المرأة، وساهمنا طبعا بمقترحاتنا في هذا الباب، علما بأن مرت تقريبا 20 سنة على إصدار المدونة، والآن تبين أن هنالك إشكالية على مستوى التطبيق، على مستوى عدم وضوح بعض المقتضيات، ثم على مستوى تضمن المدونة الحالية لبعض مظاهر التمييز بين 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 المرأة والرجل في هذه المدونة. وبالتالي تقدمنا ببعض المقترحات من أجل أن يكون لدينا مدونة مندمجة في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية بالنسبة لبلادنا، ثم تكون في مستوى طموحات كذلك النموذج التنموي المنشود، من أجل تأهيل المجتمع، تأهيل الأسرة لكذلك الوصول إلى تطلعات الشعب المغربي. إذن طبعا تقدمنا بعض المقترحات كمثلا منع الزواج القصيرات، لأن السلطة التقديرية اللي معطيها الآن القاضي من أجل الاستثناء قربت تصبح هي ما بقاش استثناء، لأن عدد تزويج القاصرات لازال في تصاعد، في تزايد مستمر، وبالتالي طلبنا المنع ديال هذا التزويج ومنع التحايل كذلك وجريم التحايل على تزويج قاصرات. كذلك قضية الولاية الشرعية للأب يجب أن تكون مقتسمة ما بين المرأة والرجل، على اعتبار أن هذا المقتضى بالضبط له آثار على العديد من القوانين، ولا سيما القوانين الاجتماعية كقوانين الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر الأب هو الولي الشرعي لأنه هو الذي ينفق، وبالتالي التعويضات العائلية مثلا غادي تمشي للأب بدل أنها تمشي للأم، ما كتمشي للأم إلا استثناء في حالة الحضانة مثلا أو في حالة وفاة زوجها. كذلك بدينا ببعض المقترحات كمثلا في مجال احتساب الأموال المكتسبة بعد الزواج اللي كتساهم فيها المرأة وغالبا ما تساهم فيها، عبر احتساب العمل المنزلي كعمل ذو قيمة، وبالتالي اتخاذه بعين الاعتبار في حال توزيع هذا الأموال بعد الطلاق. بيت الزوجية كذلك الذي يجب أن يبقى للمرأة، خدينا كذلك بعين الاعتبار مصلحة الفضلة للطفل، وبالتالي عدم حرمان الطفل من النسب، عدم حرمان الطفل من مثلا من نسبه في بعض الحالات، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. كذلك طلبنا باش يكون هنالك لما لا تنص المدونة على بنص صريح على في مجال ما على شيء معين، يجب أن يكون التأويل القضائي أخذا بعين الاعتبار المرجعيات الدولية والالتزامات الدولية للمغرب، الاتفاقية الدولية للمغرب، وليس بالضرورة الشريعة لتفادي تكريس كذلك بعض المظاهر ديال الدنيا، وكذلك بعض المظاهر التي تقلل من كرامة المرأة وغيرها كذلك من المقترحات التي من شأنها أن تؤدي إذا ما أخذت بعين الاعتبار إلى
الوضوح في النص وسهولة التطبيق، وكذلك الوصول إلى مدونة منصفة مندمجة في المنظومة الكونية للحقوق الإنسانية للمرأة، ثم كذلك كما قلت المصالح الفضلى للطفل والتوازن الأسري.